قهوة للأستاذ صبري فاروق، مشهور هندي من محافظة الجيزة، بيقول فيه: مصر تحارب الإرهاب والفساد والمخدرات، لماذا لا تخصص الدولة عاما كاملا لمحاربة المخدرات أمنيا وتعليميا وتشريعيا وصحيا، كما تم تخصيص أعوام للشباب والمرأة وذوي الإعاقة؟ والله الموضوع اللي بيتكلم فيه الأستاذ صبري ده موضوع مهم، خاصة المخدرات. يعني احنا الفساد احنا جادين جدا في مجابهته، وخلي بالكم ان احنا هننجح في حاجتين من دول، الفساد والمخدرات، بشكل كبير كلما زادت قدرات الدولة التكنولوجية والرقمية، هنقدر لان هنحيد العمل البشري حتى في المخدرات. انا عايز اقول لكم على حاجه، ده الكلام ده في 2011 مارس ابريل ولا كده، احنا كنا ماسكين يعني 4 كونتينر كلهم مليانين ترامادول، كان فيهم مش عارف 200 مليار قرص ولا ايه. لازم تعرفوا ان في الفتره، وانا برضو بقولها لكم تاني، كل ما الدوله تتفكك كل حاجه تخش، مخدرات وسلاح وزخاير ومتفجرات ومواد مسرطنه، كل حاجه. وكل ما الدوله تكون واقفه على حيلها تقدر تصمد وتصد وتمنع الكلام دوت. فانا معاه في ان احنا محتاجين نعمل عام للمخدرات. الارهاب والفساد احنا شغالين فيه، وزي ما قلت ما مش متوقفين. احنا محتاجين نعمل عام للمخدرات، بس انا مش عايز اطلق اعوام من غير ما تكون مؤسسات الدوله جهزت نفسها كلها، مش بس الامنيه، لأن في جهد بيبذل على خلال هذه المرحلة. وبالمناسبة كان في علاقة بين الإرهاب وبين المخدرات، بالمناسبة يعني، لأن احنا جزء كبير أحيانا من تمويل الإرهاب ده بيجي من المخدرات. احنا لما أقول لكم إن في 1200 ولا 1300 عربية دفع رباعي تم تدميرها أثناء اختراق الحدود الغربية، طب في جزء منها كان تهريب مخدرات وحاجات اخرى، ففي علاقه بينه. بس احنا محتاجين عشان نعمل عام زي كده نكون مجهزين له بشكل كويس، لكن هي فكره رائعه.